ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ويخشون ربهم هيحط تحت ألف خط، ويخشون ربهم من ظلم العباد. النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يضرب ناقة له، عم بيضربها ما عم تمشي، عم بقوى بالضرب. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره: اعلم أبا عمرو، اعلم أبا عمرو. فنظر وراءه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وراءه، فقال: الله أقدر عليك منك عليها. أوقات أنت واحد بيغلط فيك بالكلام، أو بيغلط فيك بموقف، أو ببيض تناجر على حسابك، أنت قادر زي ما بقولوا تكرسحه، قادر تشله، قادر تلقنه درس ما ينساه، قادر تفرجين جوب الظهر زي ما بقولوا، قادر توديه ورا الشمس باتصال، قادر بإيدك بلا اتصال بلا شيء، قادر تحطه تفرمه بأرضه. بس اللي بيمنعك منه شو؟ خوفك من رب العالمين. هون الذين يخشون ربهم. أنت لما تخلي تكون عندك خلوة بنفسك وما حدا شايفك، سكرت باب البيت والإنترنت شغال، بس خشية رب العالمين بتمنعك من أنك تشوف أي شيء ما بيرضاه، من أي فيلم مشين أو قبيح أو أي فيلم إباحي. لا، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. بنخاف مجرد ما نتحاسب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. أما رب العالمين إذا ما بده يعذب إنسان فيحاسبه حسابا يسيرا، والأكرم من ذلك ألا يحاسبه. هناك 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، على الجنة مباشرة.